حبيبتي خلاص يا حبيبتي هتبقي عروسة. خلاص يا ماما بقيت عروسة. انا مش متخيلة ان انت هتسيبيني ابدا. ومين قالك ان انا هسيبك؟ انا على طول هبقى عندك على فكرة. على طول عندي؟ طبعا يا حبيبتي. خلاص انت بقى عندك بيتك. اها بس ممكن تبقي تروحي لحماتك يوم في الاسبوع ولا ايه يا مدام؟ بصي يا حبيبتي اللي يشوفوه يعملوه، اهم حاجة انهم يكونوا مبسوطين. احساسك ايه وانت بتجوزي ابنك؟ صدقيني بتمنى من قلبي ان ربنا يسعده في حياته الجديده، واهم حاجه عندي ربنا يهدي سره هو وجان. على فكره يا طنط انا وعماد سرنا هادي على طول. ومال حبيبتي؟ جان كنت عايزه اتكلم معاكي في حاجه. خير يا طنط؟ في حاجه؟ عايزه اتكلم معاكي بس كلمتين. اوكي قوي قوي. انا اسمك كان نفسي بقى تجيبولي بدلة رقص والبس بدلة رقص كده، بس انا كنت واثقه ان حماتي ممكن تقتلني. هو انت بتعرفي ترقصي اصلا؟ طبعا يا واد يا جاد. امال؟ طب قولي لي بقى يا جو، وضبتي نفسك؟ ايه الجمله؟ وضبتي نفسك كده اهو. قصدك ايه يا ساره وضبتي نفسك دي؟ على فكره عيب. عريس اسود ومني، انت هبله يا بنت. الله، على فكره هي هبله وانت قلت الادب. يا سلام، قله إيه الادب؟ على فكره انت مش قله الادب خالص. امال؟ على فكره انتوا الاثنين عبط. لا بجد. ازاي؟ انا عارفه كل حاجه بتحصل حواليا، بس حطها كده في دماغي مدكنه. سلام والنبي. ايوه. عموما لو عاوزتي حاجه احنا في خدمه يعني. ازاي؟ ازاي؟ لا فعلا ازاي؟ تقولي يا عيال ليه؟ لا مش مش قوي يعني. انتوا شايفين المايك معاكي؟ صاحبتكم ايه؟ ابره. قولي يا خبره سامعينا. اشجينا اشجينا اشجينا. في حاجات بتيجي بالخبره. ايوه اوكي. في حاجات بتيجي بالاحتكاك. ايه الاحتكاك ده يا سارة؟ ايه الاحتكاك ده بجد؟ ايه الاحتكاك يعني؟ ايه ده؟ ايه يعني ايوه وضحي لي يا سارة، حاولي توضحي لي انا مش فاهمه. يعني في ناس ايوه بيبقى في ما بينهم. عمرك ما قابلتي راجل كده يعني مش تمام يعني؟ من ناحيه ايه مش تمام؟ لا 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 انا عارفاكي يعني. كده صح انت. لا مش تمام يعني، راجل مقرف كده، اصوات بقى والحاجات المعفنه اللي قالتها. لا 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 انا بالنسبه لي اللي مقرف واصوات وحاجات وده يطلع بره ما يقعدش. صدقي انت عندك حق، دي فكره رائعه. انا هفكر في حاجه مهمه جدا يا بنات. ايه؟ انا ممكن اطرد عماد بره البيت من دلوقتي احتياطي لحاجه تحصل. انت بنتي ما بتصدقي، يخرب عقلك. حياتك وسلامك بجد. مسكين عماد. مسكين؟ والله قوي. على فكره الموضوع ده يعني ممكن يعني مش 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 ضروري يحصل بكره، يحصل بعده، يحصل في اي وقت بقى. المهم ان انا ابقى مستعده نفسيا ومؤهله ان انا اعرف اتعامل معاه. تعرفي؟ ايه؟ اعرف اتعامل معاه. اعرف اتعامل معاه. ما تجيش يا روحي. اصبحي تقرفي. الاحساس بيطلع. انت عارفه الكلمه الصادقه هي اللي بتبقى على اللسان يعني. انت عايزه ايه دلوقتي؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ انت عايزه ايه؟ لا بجد يعني بمناسبه اني هتجوز وكده فاحنا لازم نستشير الخبره. اتفضلي. بمناسبه ان حضرتك ليكي باع كبير طويل وخبره دسمه وعلاقات مهببه يعني ومتعدده. ايه؟ 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 بجد ايه؟ ايه كاكاو ايه يعني ايه؟ لا حلو. هو ايه؟ خلاص ايه يعني؟ لا بجد الموضوع يعني بشكل عام يعني الدنيا لذيذه جدا. لا انا لحقت اتكلم يا ماما. على فكره انت مندفعه جدا. حظي احلى حاجه. واضح ان البنت دي انحرفت. باظت. انتوا رايكم مالي؟ خلينا مع العروسه. ايوه يا روحي، مش انت اللي خبره ماما، لازم نسالك عن كل حاجه يعني. اذاني ادخل كده مش فاهمه. لا مش انا سالتك، عايزه حاجه. انا في الخدمه. اقول ايه؟ ما هي قالت حاجه عشان تسالوني. اصبري شويه. انا بس عايزه افهم يعني، يعني لما انت حساني صح؟ ايه؟ لا مش حساني. مش فاهماني خالص. يعني قصدي اعمل ايه يا ساره دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اوكي ها. تعملي ايه؟ ايوه. يا ما قالتش حاجه. هقول قولي. نرجع لموضوع هو ايه؟ ما هو ده الموضوع. العلاقات والانفتاح والاحتكاك وال البنت باظت. البنت باظت. البنت سخنت مني ولا ايه؟ على فكره هو نفس الموضوع اللي انا بسالها فيه. صدقيني. لا انا فاهمك بعدين. انت قولي لي وانا هترجم. اوكي قولي. يعني انا سؤالي اللي كان في الاول لو نرجع لمرجوانا. أيوة. انت يعني مظبطه نفسك؟
جايبه لانجري حلو. لانجري حلو ازاي؟ لانجري يعني ايه؟ لانجري حلو لمين؟ لا مين ده؟ عيب على فكره، عيب جدا. يلا قطع وقطيع. خدي بالك ان عماد متحفظ جدا. طب ما لا مفيش تحفظ في الحياه دي. برافو عليه. ايه مين اللي انت ايه انت خليكي محضر. لا لا بجد عماد متحفظ. ممكن يقول عليا ست مش كويس. مفيش حاجه اسمها راجل متحفظ بجد. المواضيع اللي زي دي ده جوزي. صدقي انت قلتي لي معلومه ما كنتش واخده بالي منها. مفيش حاجه اسمها متحفظ. ده جواز وهاني مون وليله دخله. كملي كملي كملي. لازم يبقى في دلع، لازم في حاجات حلوه، لانجري ظريف. ايه انا بسمعك حاسه اني بكلم لوح. الوان لا يعني اسود فاحمر فاصفر. اسود فاحمر فاصفر. هي ازواج. ايه لون الزباله؟ انا بحب اسود. ماشي اسود ماشي بس اسود فاحمر فاصفر. المهم فيه لانجري ظريف. ايوه حاجات جدتي وكده يعني. في الحقيقه مش انا اللي جبت الحاجات دي، ماما اللي نزلت اشترتها. ماما ماما ازاي ماما؟ لا ماما ما تجيبش الحاجات دي. صح لا ماما هي اللي راحت جابتها وانا فاضيه. فضيت ايه يا جان يا حبيبتي؟ ما في ما قستيش؟ لا ماما ما عارفه ما قست. وعلى مقاس ماما؟ لا بقى مش للدرجات دي يعني. لا لا بجد انت دمك تقيل قوي. انت ناسيه ناسيه ناسيه. عسكري انجليزي؟ لا 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 مش عسكري انجليزي ولا حاجه. بس فاكره زمان كنا اتكلمنا في حكايه ان عماد نمطي. بتهيألي مش هيفرق مع الحاجات دي. لا هيفرق بجد. الحاجات دي يا ماما بتفرق مع كل الرجاله. الرجاله كلهم. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي معايا. لا تقريبا يعني. انت قلتي ايه؟ المواضيع دي تقريبا. خلاص قالت حاجه من ورايا. انت بتكسفي بقى؟ خلاص ماشي. وش كسوفه والله. اتكسفت انت بقى اصلا. ما تسالنيش. هتيجي معايا؟ هتيجي معايا. تعالي معايا. تعالي مع عماد. انا مع عماد. عادي انت صاحبتي والله. روحي كان بويد والله. بس انا سايباهولك ده. انا متبرعه لك. نعم. امرت ايه تيجي معايا؟ مش صاحبتي. اتفرج. ايه اللي ده الادب بتاعتك دي؟ البت دي سافله قوي. لا بصي ما احنا احنا سايبينك انتي. احنا بعتين راجل. راجل بعتين الرجاله. انا اللي شكلي جدع. مندوب مننا المفروض يشرفنا يرفع راسنا. فانتي لازم تقومي بالواجب كامل. طبعا ماما انا يعني لو وقفت في اي مشكله او حاجه اكيد هكلمك. كلميني. كلمي ساره. دي مرجع كبير. وان تلفن اواي. ها على طول على طول في الخدمه. ادعوا لي بقى يا بنات. يا رب ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يا رب يديني العافيه. الله يا رب يديك العافيه. بتمسكي ايدي وبتدعي لي. بس خلاص خلاص. انا بس عايزه اقول لكم على حقيقه مهمه جدا جوايا. اتفضلي. وده اعتراف انا محتاجه اعترف بيه. اتفضلي. انا عارفه كل حاجه بس مدكنه كل حاجه في دماغي هنا. يا سلام. طبعا جامد قوي. جامده جدا على فكره. الواد ده شكله مش طبيعي. ده بجد عندك حق. حاسه ان في حاجه. يكون موضوع امه بتاع امبارح. تصدقي صحيح انا كنت ناسيه الموضوع ده خالص. يا جماعه امه ايه بس؟ ما الموضوع ده عدى وخلاص. انا مش شايفه امه خالص اصلا. هي فين؟ هتلاقيها اكيد موجوده. انا مش عارفه انتوا مالكم، انتوا حشرين كده ليه؟
الواد برضو اليوم صعب عليه وتقيل، والبنت جنب بصراحه مش سهله وشكلها كده هتغلبه من اول جوله، وهو قلقان ممكن يقدم النهارده خطاب تنحي ولا اعتزال. انت قليله الادب تنحي، ممكن يعمل بيان رقم واحد. والله العظيم انتوا بتتهموني باطل، بس بقى انتوا الاثنين هتفضحوني. والدتك فين يا عماد؟ مش جايه. مش عايز جاني يا عمي. انت بتهرج؟ ده مش وقت تهريج. انا مش عايزك، انا مش عايزك. خليتيني اتنزلت على كل حاجه، وكله كان بموافقتك يا عم انت وطنط. طالعين بيها السما قوي، وليكوا حق، انت فيكي كل حاجه حلوه، دكتوره وغنيه وجميله. اهلك علموكي كل حاجه، بس نسيوا يعلموكي تحبي حد تاني غير نفسك. وانا وحياه الكنيسه اللي انا واقف فيها دي حبيتك. بس أنا قررت أحب أمي أكتر، لأني ماليش خير فيها مش هيكون لي خير فيكي. يلا بينا، ربنا يديك حد تاني أحسن، أحبك أكتر من كرامته.